الاستاذ الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير الاستاذ الوزراء الساده المحافظين على الحضور الكريم. طبعا على الخط الرابع في منطقه السبه ومع الخط الثالث في منطقه هارون مع الخط الاول في حلميه زيتون مع الخط السادس في الصواع مع الخط الثاني في القلقاوي. ده ستك هي 17 محطه وهيكلف 25 مليار جنيه. الخط السادس هو دلوقتي في مرحله دراسه وده هيبدا من الخصوص وينتهي في المعادي ل 24 محطه واعتقد التكلفه التقريريه بتاعته في حدود 30 مليار جنيه. وهذا الخط يا فندم محتاجين ان احنا ان شاء الله هنتهي الدراسه بتاعته في نهايه 2016. معلش يعني حضرتك يعني فرصه الدكتور اشرف العربي موجود محتاجين ان احنا فعلا نبدا في الخط ده لان الخط الاولاني هو يعتبر العمود الفقري لشبكه المترو داخل القاهره. والخط ده الوحيد اللي ممكن هو يمكن موازي للخط الاول بس هو اللي ممكن فعلا يشيل الضغط عن الخط الاولاني. بالنسبه للخط الثالث يا فندم هو اتنفذ على اربع مراحل. اتنفذ فيه هو هيكون اجمالي طول 47.8 كيلو باجمالي 27 محطه نقليه و5 سطحيه و7 عيويه. مبتدا دوت كوم